وهذا الذي حدث أظن أنه خلف شرخا عميقا بيننا وبين أوروبا، خصوصا وأقول ذلك بوضوح، خصوصا بيننا نحن الذين خلال نصف قرن تقريبا كنا نحاول أن نقنع مجتمعاتنا بأن القيم الكونية التي أنتجها الغرب هي مفتاح حداثتنا وديمقراطيتنا، ورأينا كيف أن هذا الصرح الذي دافعنا عنه بقناعة وليس استيرادا لقيم غريبة عنا، رأينا هذا الصرح يتهاوى أمام أعيننا بنوع من الانتصار الأعمى لكيان ظالم استيطاني وعنصري. هذا شرخ لا بد أن نستحضره أيضا في نقاشنا الوطني. شكرا لكم.